فيكم تستغنوا على المكوية التقليدية والمكوية البخارية لأنها هي جدا فعالة على جميع أنواع الأقمشة. خفيفة الوزن وصغيرة الحجم، مناسبة للسفر وآمنة جدا على جميع أنواع الأقمشة حتى الحساسة. طريقة عمودية أو أفقية وما في أبدا أي آثار على الملابس، شو ما كانت نوعية الملابس، حتى الملابس اللي كتير حساسة وصولا للحرير. آمنة جدا لأنها جدا فعالة وبتشتغل بتقنية بجودة جدا عالية.